تخيلي ان فنانك المفضل بعد ما كنتي واحده من معجباته لمده 11 سنه فجاه وبالصدفه تبقي مراته. ده اللي حصل فعلا مع راغب علامه وزوجته جيهان في قصه زي اللي بنشوفها في الافلام. علمتيني احب الدنيا، علمتيني احب. في نص الثمانينات راغب عمل حفلة كبيرة في الكويت وحضرتها جيهان مع أسرتها، وبعد الحفلة طلبت تتصور معاه بما إنها واحدة من معجباته. وقتها راغب غزلها وسألها عن سر جمالها وقالت له إنها طالعة جميلة لأبوها وأمها. وفي نص التسعينات وبعد تجارب عاطفية فاشلة راغب قرر يتجوز وطلب من والدته تخطبه، والمفاجأة إن والدته من قبلها بفرح كبير كانت شافت جيهان وأعجبت بيها وسألت عن أصلها وفصلها وجابت صورتها كمان واتمنتها زوجة لابنها. ولما راغب فتح والدته في موضوع الجواز وريت له صورة جيهان، وراغب ما اعترضش وما كانش فاكر طبعا انها المعجبه القديمه اللي اتصورت معاه من 11 سنه. قلت لها انا بدي اتزوج وهالمره بدي انت تنقي لي العروس، ما بدي انا احبها. وفعلا راح راغب لاهل جيهان وطلب ايديها، وبعد ما تكرر لقائهم لمده اسبوع عرض عليها الجواز. ومن بعد ما التقيت فيه باسبوعين تانيين كتبنا الكتاب. وفي سنة 1996 عملوا فرح كبير فضلت الناس تتحكي عليه الأيام وسنين، وده لأن ذاعوا التلفزيون اللبناني وحضروا جورج وسوف ونجوى كرم ومادونا ونجوم كتير تانيين. مفيش حساب بين الأحباب. وعاش الزوجين في تبات ونبات وخلفوا صبيان بس ما جابوش بنات. قد ايه صاركم مزوجين؟ 26. روتين الزواج يعني مقبل. انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب دمعاتي.